بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا نتاع اليوم مقروض جزائري، مقروض بريستيج، نديروه بالنقاش، يجي بنين بزاف ويدوب في الفم. وصفة رائعة خاصة للمناسبات والأفراح. نحضره معاكم بطريقة سهلة مع جميع أسرار نجاحه. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو وتعجبكم الوصفة تاع اليوم. نروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نحتاج لهذه الوصفة 500 غرام السمن يكون طري، نخرجوه من الفريجيدار أو الثلاجة حتى يرجع طري ثم نستعملوه، أي بلا ما ندوبوه. نزيد نضيف عليه 3 كيلات سميد معمرين مليح يكونوا بومبي بنفس العلبة. ندير 2 كيلات سميد متوسط، والكيلة الثالثة نديرها سميد رطب أو ناعم، دائما نكيلو بنفس العلبة تاع السمن. نزيد عليهم نصف كاس فارينة أو دقيق أبيض، ونزيد عليهم كذلك نصف كاس تاع الزيت. نزيد عليهم ملعقة صغيرة تكون معمرة تاع ملح. الزيت يخلي العجينة تتلم، تيجي مبسة بصح ما تفتتش، يجي شد روحو وننقشوه بكل سهولة. بعد ذلك نخلط المكونات كامل مع بعضاهم، نبسس السميد هكذا مليح، نخلط مليح السميد مع المكونات مع السمن والزيت، نخلط مليح هكذا أو نحك هكذا السميد مع السمن حتى يرجع يميل للبياض، يتغير اللون تاعو ويرجع هكذا كتلة واحدة. نحك مليح السميد مع السمن هكذا حوالي من 5 دقائق حتى 10 دقائق، حتى يرجع لكم هكذا متماسك. كي تكوروه هكذا يرجع الكرة متماسكة، كي ترميوها ما تفتحش، يرجع تقريبا كما الطمينة. شوفوا كيفاه. في هذه المرحلة نغطيه ونخليه يرتاح، تخليوها من 6 ساعات حتى الليلة كاملة. أنا حطيته هكذا في صحن هكذا وغطيته وخليته ليلة كاملة. إذا خليتيه ليلة كاملة لازم تحطوه في الفريجيدار. نحضر التمر أو الغرس، الكمية تختلف على حسب الكمية اللي تستعملوها، يعني كاينين يكثروا الغرس وكاينين ما يكثروش، يعني ديروا حوالي نصف كيلوغرام أو أكثر. كي تكون منقيه احسن تستعملوا تاع البطانه. كي تطيبوا المقروض تبقى تحافظ على الطراوه تاعها ما تيبسش. انا حطيت لها شويه زيت ونقيتها، ومن بعد درت لها شويه ماء زهر باش ترجع طريه شويه، ومن بعد رحيتها. ودركا نزيد نضيف عليها رشات تاع القرفه، وزدت عليه ملعقه كبيره تاع زبده، ونزيد نعجن التمر او الغرس بماء الزهر حتى ترجع طريه. كي تعجنوا الغرس ديروها طريه كيما العجينه، ما ديروهاش طريه بزاف بزاف، من بعد كي تجيو ديروا هذوك الحرابيش ما تقدرش تشكلوهم. اذا نحط هكذا ماء الزهر بالشويه ونعجن حتى نتحصل على عجينه طريه نقدر نشكلوها هكذا كي الحربوش. الا درتيوها طريه بزاف ومن بعد كي تروحوا تشكلوا الحرابيش هذوك يجيكم صعاب، حطوها شويه في الفريجيدار تبرد ومن بعد شكلوهم. شكلوا بالواحد وخدموا هكذا يجيكم ساهل. في الاخير خلاص كي نحبوا نلموها مهما تبقاش لاصقه في اليد، نديروا شويه زيت، ندهنوا يدينا بشويه زيت ونلموها. اذا هاو هنا السميد اللي حضرته معاكم، خليته ليله كامله، هاو لهنا تماسك تشرب مليح. نجيب نفس الكيله او نفس العلبه نتاع السمن ونكيل بها الماء وماء الزهر، نحط ربع الكيله نتاع ماء الزهر. انا زدت عليها حوالي ملعقه صغيره نتاع مركز ماء الزهر، يزيد لها في الريحه هكذا تاع ماء الزهر وتيجي بنينه. تقدروا تحطوه وتقدروا تستغناو عليه. نزيد عليهم الماء العادي، ندير كيله تاع الماء، يعني الماء يكون قد الكيله تاع السمن. ما نعمروش العلبه هذيك للفم، نوصلوها غير للخط هذاك تاع السمن هكذا باش ما تكثروش الماء وما تخسرش معاكم العجينه تاع المقروض. وهذه الكميه نتاع الماء ممكن تستعملوها كامل وممكن لا لا، على حسب نوعيه السميد. اذا هاو السميد هايل تشرب مليح، نفتو هكذا ونبدا نحط في الماء، نحط بالشويه ونخلط. نحط بالشويه هكذا ونعجن ونلم العجينه ونعجن بالشويه، نعجن بالاصابع هكذا وبكف اليد، بصح ما نعجنهاش بزاف كيما نتاع كيما الكسره ولا لا لا، نلم هكذا ونعجن بالشويه. هذا المقروض نتاع النقاش العجينه نتاعو لازم تعجنوها هكذا باش تيجي متماسكه شويه، لازم تعجنوها هكذا كيما تشوفوا برؤوس الاصابع وبالكف هكذا، تلموا وتعجنوا تلموا وتعجنوا وتحطوا الماء بالشويه، ومره على مره تخليوا العجينه شويه ترتاح حتى ولو دقيقه. كي ترجعوا تلقاوها تماسكت زيدوا حطوا الماء هكذا وعجنوا بشويه حتى تحصلوا على عجينه طريه وتتلم هكذا.
دائما كما قلت لكم كل ما تحطوا المشويه لموه عجنوه شويه وخليوه حوالي دقيقه، ومن بعد عاودوا رجعوا ليه. تما تعرفوا شحال تزيدوا الماء، الا تزيدوا له بزاف، الا لقيتوه يابس بزاف زيدوا له، الا يحتاج شويه زيدوا له شويه. حطوا هكذا بشويه وعجنوه هكذا بشويه، ماشي كيما الكسران عجنوا ليه ليه، لا لا نعجنوا بشويه هكذا حتى ترجع عجينه تتلم هكذا وتكون طريه، تكون طريه شويه ماشي يابسه. نجربوا هكذا نشكلوا حربوش ونلويوه، الا لقيناه ما يتفتتش ويتشكل بكل سهوله خلاص هنا نحبسوا. كي نكملوا خلاص العجينه هكذا وتتلم منا هكذا كره وتكون طريه، لازم نخليوها ترتاح على الاقل نصف ساعه. كل ما ترتاح لكم كل ما تيجي سهله في الخدمه هايله، كل ما ترتاح لكم كل ما تيجي سهله هايله في الخدمه، خاصه في المقروض هذا تاع النقاش لازم تخليوها ترتاح. حتى ولو تعجنوها يجي المقروض هايل مبسس ومرمل ويذوب في الفم. هاد الطريقه ناجحه 100%، المقروض تاعها يجي رائع. الاساس في نجاح المقروض هو كيفيه تحضير العجينه، الا عرفتي تحضروا العجينه مليح يجيكم رائع. والغرس تاني لازم تكون طريه. شوفوا الكميه اللي تبقات لي، تبقى لي حوالي نصف كاس تاع الماء، يعني ما حطيتش الكميه كامله او الكيله كامله. على بها لازم تحطوا بشويه الماء. كاين السميد اللي يتشرب بزاف وكاين السميد لا لا. كي ترتاح العجينه شويه ندير هكذا حرابيش او ديبود هكذا، تقدروا ديروا واحد زوج ثلاثه تخدموهم، بعد زيد تكملوا الباقي. وكما تقدروا تخدموهم كامل او تشكلوهم كامل ومن بعد تبداو تنقشوا فيهم. اذا نعمل حرابيش هكذا، من الاحسن نديروهم رقاق شويه باش كي نحطوا الغرس من بعد نلويهم غير شويه، ما نطولوش نلوي ندورو فيهم. نزيدو نحضروا الحرابيش تاع الغرس هكذا. شوفوا الغرس كل وحده وكيفاه، كاين تحبوا تكثروا ديروا مثلا الثلث تاع العجينه، كي تحبوا ديروها عاديه يعني ماشي بزاف يعني متوسطه ديروا ربع العجينه، يعني الحربوش هذاك تاع الغرس ديروه الربع تاع الحربوش تاع العجينه. نفتحوا العجينه او الحربوش تاع العجينه بهذه الطريقه، هذه نفتحوه في الوسط ونحطوا هكذا الحربوش تاع الغرس هكذا، نديروه قيس العجينه، نديروه قد العجينه يعني نديروه في الطول تاع العجينه. ومن بعد نغلقوا العجينه بالطريقه هذه بحيث هذاك الغرس يكون في الوسط. نتوما خاصه بالنسبه للمبتدئات من الاحسن ديروا العجينه صغيره، ديروا العجينه صغيره حطوا في الوسط تاعها التمر وشكلوا الحربوش يكون صغير، هكذا يجيكم سهل في الخدمه. بعد ما نغلق العجينه نزيد نلويها شويه هكذا، نعدل هذاك الحربوش. ديروه متوسط هكذا، ما ديروهش رقيق بزاف وما ديروهش خشين بزاف. اذا بعد ما نعدل مليح هذاك الحربوش نقطعه. شوف قطعوه ثلاث اصابع، ديروا ثلاث اصابع وقطعوا، ثلاث اصابع وقطعوا حتى تكملوا. هكذا يجوكم الحبات متوسطين ماشي كبار وماشي صغار، وتاني يجيو كامل قد بعضاهم. بعد ما نقسمهم نعدل لهم هذوك الاطراف، باه تيجي الحبه مستقيمه لازم تعدلوا لها هذوك الاطراف منين قصينا. شوفوا بالنسبه للمبتدئات او المبتدئين ديروا هكذا حرابيش يكونوا صغار شويه، ديروهم قد هكذا ولا ديروا اصغر من هكذا وشكلوهم ومن بعد قطعوهم، هكذا يجوكم ساهلين. اذا نقطع هذوك الحرابيش اللي وجدناهم ونبدا ننقش فيهم، ومن بعد نزيد ندير حرابيش واحد اخرى وهكذا حتى نكمل. نستعمل هذا النقاش اللي يكون السنون تاعو رقاق ويكون مستقيم. قبل ما ننقش به ندخلو هكذا شويه في الزيت، ننفضو مليح وننقش به هكذا باش ما يلصقناش في العجينه والنقش يجي شباب. اذا ننقشهم بالطريقه هذه. اولا ننقش هكذا الحبه من الجهه اليمنى، نبدا هكذا كما تشوفوا ندير هذوك الخطوط مايلين شويه. كي نكمل ندور الحبه ننقشها في الوسط، يكون النقش هذاك متعاكس للنقش الاول يعني معاكس له، يعني يبدا من النقش الاول ويجي معاكس له. كي نكمل ننقش الخطوط هذوك اللي في الوسط نزيد ننقش الجهه الثالثه، يعني نفس الشيء تكون الخطوط متصله ببعضها ومائله في الاتجاه المعاكس. يعني الصوره هاي واضحه قدامكم، شوفوا برك وتبعوا
تنقشوها بكل سهولة. هذا النقش يسميوه نقش طروادي، يعني الحبات عندهم نفس الشكل من كل الجهات، المنظر تاعهم هايل. من الأحسن كي تنقشوا هذوك الخطوط ديروهم متقاربين ويكونوا رقاق ومتناسقين وعندهم نفس الميل، ديروهم مايلين بصح ماشي بزاف بزاف، ديروهم مايلين غير شوية، يجي المنظر تاعهم هايل كما تشوفوا. إذا ننقشوا الحبات هكذا ثلاث جهات، الجهة اليمنى واليسرى ومن فوق، والجهة السفلية نخليوها. إذا نكمل ننقش الحبات كامل بنفس الطريقة. كي نقشوهم نحطوهم هكذا في الصينية، نحطو في الصينية عادي، نحطو لها والو لا زيت لا ورق لا حتى شيء، لأن المقروض فيه لدام بزاف ما يلصقش. نحطو الحبات هكذا، أول نحطوهم من جهة الغرس يكونوا متلاصقين، أما من الجهة تاع النقش نبعدوهم شوية باش ما يتلاصقوش بعدهم، ما يسدناش هذاك الشكل تاعهم أو النقش تاعهم. دائما خليو فراغ بينهم هكذا، بالك متلصقوهم كي تيجيو تهزوهم يفسد لكم هذاك النقش. في النهاية تحصلت على زوج بلاوات أو زوج صينيات تاع المقروض هكذا كما تشوفوا. كي تكملوا كما تحبوا، تحبوا تخليهم يرتحوا شوية ومن بعد تدخلوهم للفرن، تحبوا تدخلهم مباشرة. أنا كي كملت دخلت الصينية مباشرة طيب، سخنت الفرن، سخنوه مليح على 200 درجة وحطوا الصينية في الوسط، نشعلوا لهم غير من تحت في الأول. كي تشوفوا الحبات بداوا يتحمروا غير شوية، طفيوا الفرن من تحت وهبطوا الصينية للرف السفلي هكذا، بها المقروض كامل ياخذ نفس اللون. كي تشعلوا من فوق خليوها غير شوية، كي تشوفوا هكذا خد اللون الأصفر شوية هكذا الذهبي، خلاص طفيوا عليه. هاو هنا يا طاب، شوف اللون تاعو شحال هايل شباب وطايب هايل. مدة الطهي تاعو حوالي من 40 ل 45 دقيقة، خليوه يبرد خلاص خلاص، خليوه حتى ليلة كاملة ومن بعد عسلوه. حطوا العسل هكذا في كاسرونة، ممكن تستعملوا العسل وحده، كاينين يستعملوا العسل وحده وما يضيفوا له والو. انا ضفت له ماء الزهر، يعني استعملت هذا نصف كيلو تاع العسل مع 3 ملاعق كبيره تاع ماء الزهر، خلطتهم مليح مليح مليح، حطيتهم فوق النار. كي بدا بالغليان طفيت، كي تشوفوا هذوك الجوانب بداو يغلاو طفيه وما تخليوش حتى يغلى، ومن بعد حطوه مباشره هكذا فوق المقروض. انا حطيته مباشره هكذا، ما عسلتش بالحبه، قلت نعسلو هكذا مباشرة في الصينية هكذا يجي أسهل. حطوا له هكذا كمية نتاع العسل وخليوه يتشرب، يعني هذه الكمية تاع العسل اللي استعملتها نصف كيلوغرام تكفيك تعسل بها زوج بلاوات أو زوج صينيات تاع المقروض. تقدروا تخبيوه كي تكونوا رايحين تقدموه بعد عسلوه، من الأحسن هكذا خير. ودائما كي يكون المقروض بارد العسل تكون سخونة، تكون سخونة بزاف، وكي يكون المقروض سخون ديروا له العسل تكون باردة. وهذا المقروض تاع النقاش من الاحسن خليوه يبرد مليح خلاص خلاص ويتماسك، ومن بعد عسلوه باه ما تخافوش يتفتت ولا يتخسر لكم هذاك النقش تاعو. جا هاي المقروض معسل ومرمل ويدوب في الفم، والبنه تاعو رائعه، فيه هذاك الذوق والريحه تاع ماء الزهر رائع. شوفوا هنا نقسم معاكم حبه، شوفوا شحال طري والغرس شحال طريه هايله، وصفه ناجحه 100%. في الاخير نتمنى عجبتكم الوصفه هذه تاع المقروض بالطريقه هذه، وتحضروه نتوما تاني. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. ونشكركم بزاف بزاف انكم تبعتيو معايا الفيديو للاخير، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.